بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا على تفضلكم بالحضور إلى مقر هذا المؤتمر، وعلى تحملكم عناء انتظار مداولاتنا الختامية، لأن لكل عمل لحظات أخيرة لا بد أن تستغرقها بعض التفصيلات. وأبدأ بما بدأ به أخي الكريم الأستاذ حمدين صباحي من تحية الشعب المصري المناضل الصابر الثائر، وتحية قواته المسلحة، من لا يزال منهم في صفوفها، ومن كان في هذه الصفوف يوم انتصرنا نصرا العظيم في العاشر من رمضان 1393 الموافق للسادس من أكتوبر 1973. هذا النصر الذي تحل ذكراه غدا إن شاء الله، ونرجو أن تكون يوم احتفال بأبطال أكتوبر وبأبطال حروبنا كلها ضد العدو الصهيوني، وأن تكون هذه الذكرى يوم احتفال بالشهداء والمصابين والجرحى وأسرهم وأبنائهم، لكي نقول لأهلنا الذين دافعوا عن هذا الوطن إنهم لا ينسون، وإن أبناء هذا الوطن يذكرون كل من سالت منه قطرة دم وكل من سهر ليلة في سبيل الدفاع عن مصرنا العزيزة. أيها الإخوة والأخوات الكرام، نحن أربعة من أصل ستة مرشحين، لكننا نتشرف بأن يكون معنا الأخ السفير هشام يوسف جالس في الصف الأول يحمل قلمه وأوراقه، ممثلا للأخ الكريم السيد عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، وأن يكون معنا الأخ الأستاذ إسلام أسامة الممثل للأخ الكريم المستشار هشام البسطويسي الموجود خارج البلاد، وهو أيضا أحد المرشحين المحتملين للرئاسة. بياننا الذي انتهينا إلى تلاوته عليكم هو النص الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ظل ما يكتنف المشهد السياسي من ضبابية وغموض، وتطلعا إلى المشاركة في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية الحقيقية والحرية المسؤولة وإعلاء الكرامة الوطنية وتحقيق الاستقرار الذي يمكن الوطن من الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية الضرورية لتحقيق كل التطلعات الشعبية استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير العظيمة، توافق المرشحون للرئاسة الموقعون على هذا البيان على التشاور حول الرؤية المستقبلية الضرورية للوصول إلى الاستقرار المنشود في الوطن الحبيب، عبر انتقال الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة. وقد عقد الموقعون على هذا البيان عدة اجتماعات أسفرت عن اتخاذ موقف أعلنوه يوم 29 سبتمبر 2011 يوم الخميس الماضي. كان هذا الموقف كما يلي: اعتبار حالة الطوارئ منتهية اعتبارا من 30/9/2011 عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري الساري في البلاد. ثانيا، اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية للحكم العسكري بغير مبرر. ثالثا، تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر لمنع قوى الفساد السياسي من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية. رابعا، ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي تضمن للانتخابات حريتها ونزاهتها في ظل إدارتها من قبل قضاة مستقلين تماما عن السلطة التنفيذية. وقرر الموقعون على البيان المذكور أن يجتمعوا يوم الاثنين 3 أكتوبر لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع. وكان هذا الموقف كما يلي: بعد أن تمخض اجتماع بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من الأحزاب عن نتائج لا تحقق انتقالا سلميا سريعا من الإدارة العسكرية للبلاد، بعد أن تمخض اجتماع بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من الأحزاب السياسية عن نتائج
لا تحقق انتقالا سلميا سريعا من الإدارة العسكرية للبلاد إلى الإدارة المدنية. وبعد أن خلى كل حديث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن السياسي عن أي إشارة إلى التواريخ الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ولم يصدر حتى الآن القانون المنظم لهذه الانتخابات. لذلك فإن الموقعين على هذا البيان يقدمون إلى الشعب المصري الكريم حلا مقترحا وجدولا زمنيا محددا تنتهي فيه الانتخابات البرلمانية كاملة يوم 30 يناير 2012 لمجلسي الشعب والشورى، باعتبار بدايتها ستكون يوم 28 نوفمبر 2011 لمجلس الشعب، ونهايتها يوم 23 ديسمبر 2011، وبدايتها لمجلس الشورى يوم 5 يناير 2012 ونهايتها يوم 30 يناير 2012. وكل من المجلسين وفق هذا الجدول تجري انتخاباته على 3 مراحل، بين كل مرحلة وإعادتها فاصل زمني مقداره 5 أيام، وهذا ما جرى في سنة 2005، فهو جدول زمني مجرب من قبل ممكن التطبيق عمليا. تنتهي به كل الإجراءات الانتخابية للمجلسين معا يوم 30 يناير 2012، ثم يفتح باب الترشح للرئاسة يوم 5 فبراير 2012، ويدعى المواطنون للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 1 إبريل 2012، وتجري انتخابات الإعادة بين المرشحين الأعلى أصواتا في الانتخابات الرئاسية يوم 15 إبريل 2012، ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للإعلان الدستوري الساري، وهو الوثيقة الدستورية الوحيدة التي تحكم البلاد الآن. يتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الساري يوم 20 من أبريل سنة 2012. بهذا تنتهي جميع الانتخابات قبل نهاية إبريل 2012. وفيما بين انتهاء الانتخابات البرلمانية والدعوة للانتخابات الرئاسية، فيما بين هذين التاريخين تكون لجنة 100 المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد قد انتخبت وبدأت في ممارسة عملها لتنهيه في أقرب وقت ممكن. وهذا الجدول وإن كان عمليا وممكنا، إلا أن السيد عمرو موسى مع اتفاقه على ضرورة الإسراع بانتهاء المرحلة الانتقالية لا يرى إعلان جدول زمني محدد للانتخابات التشريعية من جانب المرشحين للرئاسة، وقد توافقنا على أن نعبر عن رأيه هذا على الرغم من غيابه عن هذا الاجتماع ووجود الأستاذ هشام ممثلا له. إن إعلان هذه التواريخ أو تواريخ أقرب منها، هذا جهدنا فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا، إن إعلان هذه التواريخ أو تواريخ أقرب منها والالتزام بها هو الطريق الأمثل لانتهاء حالة السيولة السياسية والفوضى الأمنية والأزمة الاقتصادية، ليبدأ الوطن طريقه إلى الحرية والديمقراطية والاستقرار. حفظ الله مصر العزيزة من كل سوء، وألهم القائمين على إدارة شؤونها هدى ورشدا وسدادا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هناخد